السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي طاجن لوبيا باللحمة بس حر شوية. بيقول لي دلوقتي وانت بتعمل ايه مش حر؟ ما انت كله حر. لا الجو اللي حر مش انا. طيب عندي لوبيا مسلوقة وبصل وتوم وطماطم ورشة سكر صغيرة وفلفل حار، كمون وكزبرة خضراء، زيت زيتون وزيت زيتون تاني، وكرات وكزبرة وكرفس، ملح وفلفل. هنقدمها مع شوية رز ابيض حلوين او رز بشعرية. انا شخصيا بحب رز بشعرية مع اللوبيا دي، رز بشعرية. يبقى انا عايز شعرية. معلش بترد عليا كمان؟ حول الله رب العالمين. مش عايز حد يرد عليا اللي انا اقوله وتقوله برضه تاني. حاضر. ما انت طبعا مش عايز اتكلم. خلاص هلم المواضيع. صل على النبي. حبة زيت زيتون اهم، عايز اعمل حبة لوبيا زي الكتاب ما قال. الكتاب قال ايه؟ انا مش فاكر. ده البصل وادي توم شوية الزعتر الحلوين خليهم بقى ايه يلفوا مع بعضيهم وبراحتهم. دي اللحمة بتاعتي افردها كده. يا سلام بقى اللوبيا دي لما تعمليها مدمس كده زي الفول. ده شويه ليمون وزيت زيتون وكمون. يا عم عبد الحق قول الحق. اللهم صل على النبي والله اكبر عليك وعلى سيادتك وعلى القناه جميعا. عمنا وحبيبي واخويا وعمدتنا. امال ما سمعش صوت الحاج فرج ولا ابو طلال؟ اتنين بيصيفوا يا عم بقى، مش سايبنا احنا كده. اه بيصيفوا يا ابو. اتنين بيصيفوا يا عم. الله يسهل عبادهم. الله يسهل عبادهم، محدش يقعد بحد بقى. الله يسهل عباده، اللهم لا حسد. امين يا رب. حبيبي الله يخليك. عم ابو طلال بس اللي بتابعني الراجل والله. ربنا يخلي لينا دايما كده بيتابعني على الصفحه. وربنا ما يحرمش من صوته الحلو الجميل. لان ابو طلال ده مصيف لوحده على طول. بلدهم. الله يخليك يا حبيبي. بلدهم مصيف لوحده. اللهم صل على النبي. مش بقر عليه. اللهم صل على النبي يا ابو. حبيبي يا عمدتنا يا غالي. عم ابو طلال قاعد في بلد اللهم صل على النبي في عز الصيف كده بيمسك التلج في ايده. يعني مش عايز مصيف هو، الناس بيروحوا صيفوا عنده. بلد جميلة وحلوة ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. طيب. مش عايز اقلب دي عشان اخليها تتجانس مع بعضيها. نعمل ايه بقى؟ نعمل حبة الرز بتوعنا. فين الشعرية يا انسة؟ شاطرة تقول لي حاضر. قولي جبت الشعرية؟ ما بقول لك ما فيش حد لنا شعريه يعني؟ طب الحمد لله ماشي. بقول لك ايه؟ امي كانت بتعمل رز حبه حبه. هعمل حبه فوق وحبه تحت. ماشي. هننزل بنص الرز ده نعمله حبه وحبه. احنا في البيت بنعمله كده. بتبسط بيه يعني. يا اهل المحبة محبة الدنيا حبة. ماشي. نصلي على الحبيب. طيب. قوم بقى ايه؟ نقول من تاني احنا عملنا ايه؟ احنا ما عارفين. احنا عندنا لحم مكعبات صغيرة ولوبيا مسلوقة وبصل وتوم وطماطم وسكر
ملح، فلفل حار، كزبرة خضراء، كمون، زيت زيتون، كرفس، كرات، زعتر، ملح، فلفل، وداخلين على الرز نحمره. طيب والمتلج. اصحى بقى، اصحى بقى عشان ننام. الله يا بلادنا الله، حبيبي يا رسول الله. كده شغلنا بجلجل، بنخلي اللحمة بتاعتنا ايه، نديها البهارات بتاعتها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي. حبان وورق لورو. دي جوز الطيب، شايف يا عم جوز الطيب دي؟ خليها ايه، نحتاجها تاني. مش بكتره يا جماعة، لكن بالمقدار. كده بنقلب. حبيبي يا رسول الله، وادي مكعب المرق. ملح وفلفل. بنعمل رز حب وحبة. ويا للمحبة الدنيا حبة. يا عم محمد، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا حمادة، انا بحبك قوي ابني وحبيبي. صباح الفل عليك يا عسل. انا عايز طاجن، انا عايز طريقة الكريب. ورا ولا مكتب معايا يا سيد الكل. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر، كل الخليط ده بنضربه مع بعضيه. بعد ما تجيب الطاسه على النار اللي ما بتلزقش، وغطي سطح الطاسه بالخليط اللي انا عملته. بعدين اهز الطاسه كده تتحرك معايا زي ما انا حركتها كده، اقلبها على الوش التاني. بعد ما تقلبها على الوش التاني طلعها، استوت معاك. احشي بقى زي ما انت عايز، تحط لها جبنه، تحط لها اي نوع من انواع الحشو اللي عايز تحشيه، احشيها، تعملها حلو حادق زي ما انت عايز كده. البانكيك او الكريب او الكالنولي. كده كله بيتجانس مع بعضه اهو. فلفل، كرات، وكرفس. نعم يا نور. ايه يا شيخ؟ صباح الفل يا نور. ايه يا شيخ؟ ايه يا نور، بحبك جدا حبيبتي وبنتي، واموريني يا قلبي. عايزه طريقه المكرونه بشاميل بالجبنه. على عيني يا روحي، على عيني يا ست. يلا يا انسه والنبي اللي متنيها ثلاث تانيات. ماشي،
لا عشان بنزل له البحر بالمايو 7 حتت. هاي انا عارف والله. طب انا مش جاهز. انا ما احبش حد رد عليا. جاهز فاصل؟ يلا شغال. هاخد فاصل وارجع تاني ولا غير المحطة واروح في اي حتة. الرز بقى ايه يلون اهو، لازم ياخد لون براون. واللحمة عندي بديها بقى الطماطم بتاعت التعصيجة الحلوة دي، طماطم بوغيه مش بوريه، بوغيه بالطريقة الايه فرنسوغيه كده. هنا طماطم فريش نصلي على النبي. اللوبيا بتاعتي كل ما تقعد كتير في السوا كل ما تديني طعم حلو. انا عايزها تقعد على النار كده نص ساعة وبعدين ادخلها الاوفن ولا الفرن. الفرن ولا الاوفن؟ الله يكون موفي موفي. يلا ايوه حطها في المنافستو. لا لطو فوتو وتر الوطا الوطا وعجن. انا هوايا هوايين الرز اهو كده مش همشي قدام رز ممكن يسرقني. خلي بالك. طب يلا انا ماشي اهو، انا مشيت اهو. الله انت هتوديني في ده ان شاء الله. ما انا عارف. ارجع تاني. حاضر. حبه الشبت دول هيدوني طعم حلو قوي. خلي بالك الواحد بيشتغل في المطبخ بالاحساس، يعني مثلا تحس بالحاجه اللي قدام منك ان لو اديتها ايه تديك ايه. الله يا بلادنا الله، بالسيد المخرج والكاست معاه. طيب انا حاطط طاجن في الفرن مولع. غطي بقى اهو الرز. الله 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 يا بلادنا الله، بجيشك والشعب معايا. احلى من الشعرية اهو. حبيبي يا رسول الله. حبة ملح سولت 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 اند بيبر. حاضر يا فندم حاضر. انت قلت لي ما فيش داعي دياتها. حاضر يا فندم. خش برجالتك يا عم فرج. السلام عليكم يا شيف، عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي يا عمده، ازاي اللي معاك كلهم يا حبيبي؟ في نعمه يا ابويا، مالك؟ سلامتك يا حبيبي. لا صوتك مش عاجبني والله. كان اخويا توفاه الله والله، عشان ما اتصلتش بيك والله. عيب عيب، ده انا حسيت بيك والله. الف الله الف رحمه يا حبيبي. الف رحمه عليك. لازم نحس ببعضينا احنا اخوات يا حبيبي. الحمد لله. الف رحمه الف رحمه تنزل الله عليك. الله يخليك يا شيخ. بقى لله وشد حيلك يا حبيبي. ربنا ما يحرمنا منكم يا حبيبي. حبيبي البقاء لله وشد حيلك اخويا. صبح لي على الحاج عبد الحق وعليهم كلهم. لسه مصبح عليك الراجل، ما كانش يعرف هو برضه كان قلبه حاسس. الله يخليك. كان قلبه حاسس يا حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يديك الصحة يا شيخ. البقاء لله يا عمي، البقاء لله يا سيدي. ونعم بالله يا حبيبي. ربنا يجعله آخر الأحزان.
الله يخليك يا شيف، ربنا بقال الله يا حبيبي، بقال الله عمي فرج، بقال الله شد حيلك. عزقنا الاسره كلها اسره عمي فرج، نقول لهم ربنا يجعله اخر الاحزان. طيب انا عايز اعمل النهارده فطير مشلتت يا عم الحاج، جاي هوايا اكل عسل وجبنه قديمه ومش وطحينه وفطير مشلتت، معايا ولا مش معايا؟ انت برضو انك على اللحمه، اقول لك فطير مشلتت تقول لي لحمه، هو انت مفيش فايده فيك؟ لازم نلغه عشان تاكله وهو ونخرج لك. عشك طيب يا راجل. عندنا المخرج ما بيرحمش حاجه من الاثنين، يا لحمه يا لحمه، مفيش بديل كده. نسقسق بقى حبه رز، هو الرز دايما اللي حبه حبه ده بحب ميه ياما، يعني ايه بيبقى طالع مفلفل وحلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. طيب كده نجيب الرز بتاعنا، دايما بحط الرز بتاعي على الشوايه عشان ايه ما يلدعش مني او ما يشطش مني، ويشتغل لوحده واحده دلا دلا دلا، واحده 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 كده لغايه ما نلاقيها الدنيا بقت حلوه. بصوا بقى هنعمل حبه فطير حكايه. نعم يا فندم، هو انت بتشبعش فواصل؟ صحيح انا نسيت تاكل لحمه مش بتاكل فواصل. ماشي يا عم ماشي، هنستاذنكم هناخد فاصل ونرجع تاني. عندي فطير مشلتت، تعال نشلتت مع بعض بعد الفاصل، وانا غير المحطه واروح في اي حد. رجعنا بعد الفاصل، وتعالوا نعمل شوية فطير مشلتت حلوين، شوية فطير مشلتت حلوين. عندي زبدة وسمنة بدرجة حرارة المطبخ، طبعا بقول لي اعجن، قلت له انا اعجن ليه؟ اصلا ده هي مية وملح من غير خميرة، ولازم ترتاح لها ساعتين كده عشان ما تمطش معاك. عندي هنا نص كيلو سمنه، وادي عايزك ترقي في العجين على قد ما تقدري. في ناس بتعملها حوايا، في ناس بتعملها يعني زي ما انت عايزة تعملي اعملي، افردي على قد ما تقدري اهو. ادي بقى الزبدة، Thank you.
نعم يا فندم. اوعى تقول على الصفاصه. انت تعبت يا حولي، ما انت بتقول كتير. قلت ام كتير على سمك. ماشي. لا ده احنا اتعزمنا، كانت عزومه امبارح يا لهوي، كانت عايزه رجاله. سمنه خلي بالك، الفطير ده هعمله لك في الطاسه، خلي بالك برضو. يعني النهارده هنعمل ابداع يعني زي ما بيقولوا. اذكر الله وصلى على الرسول. نعم. ها؟ حاضر. ليه بقى؟ طب ما تقولي كده يا شيخ، يعني انت عايز احف فين؟ انا بحفك قوي. الحلو ليه تقلان قوي؟ تقلان قوي، باين عليه زعلان قوي، زعلان قوي. والله بقى انت وراك اي مصلحة قوم اعملها وتعالى لي.
ما ده شغل سيما بقى. عايزني اعمل لك فلاوه يعني؟ نتعلم. عايزني اهويها اهويها. حاضر. صلى على النبي يا باشا. نعم. ولا عزف الطاسة. حاضر. طبقات وسط. حاضر. وانا عارف يا ست الكل. هنشوف اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه. مش هنختلف. عم الكلام على جمرك. اختش انت مالكش دعوه. كيلو. ايوه اوعى تفكرني انها سهل يعني زي ما انت متوقعه. طيب
صل على النبي. برضو هنحط بس دي في التلاجة تريح شوية وبعدين ناخد الفاصل، ولا ناخد فاصل مش مشكلة زي ما انت عايز. دي هندخلها التلاجة تريح 10 دقايق وبعدين نفردها. هاخد فاصل وارجع تاني ولا هنغير المحطة ولا هروح في اي حتة. رجعنا تاني بعد الفاصل. نطلع بس دي نحطها في الفرن. طيب تصلي على الحبيب يا باشا. انجي صباح الفل. صباح الهنا عليك يا ست انجي. صباح الخير يا عم. صباح الهنا يا بنتي. حضرتك رحت الحج فعلا؟ نعم رحت الحج حضرتك. لسه يا فندم؟ رحت الحج حضرتك. الحمد لله يا فندم. طب ورحت الكعبة الشريفة ورحت عند سيدنا النبي بجد بأمان الله؟ أنا كنت في الساحل. أبعت لك الصور. دي زيارة الرسول مش عايزة كذب يعني. إزاي يا بنتي؟ إزاي يعني؟ السؤال ده يعني لازمته إيه؟ يعني جاوبيني حضرتك على السؤال ده. حاول تسلم داني يا انجي النبي. اصل اللي بروح عند الرسول بروح عند الرسول. فمش هروح العراق واقول انا حجيت هنا. في السعوديه عند الرسول. طيب.
سؤال غريب شويه معلش، بس حاولي تكلميني وتفهميني ايه هو السؤال، او انت مش مقتنع ان انا حج ولا ايه؟ في اجمل من زياره النبي؟ زياره الحبيب اللي يعني بيكون عليه البيطيب، بس برضه يا ريت ترجعي لي ونبي تاني وتفهميني بس السؤال بتاعك ايه؟ عشان السؤال ده شككني بنفسي. ابو طلال حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غالي. مساء الورد. احلى مساء على اخويا وحبيبي اللي كلامه بيشرح القلب. ربنا يخليك، احلى مساء للناس الكويسه. اللهم صل على النبي عليك يا غالي. اخبارك ان شاء الله تمام؟ في نعمه. اخبار الشباب ايه؟ والشباب اللي عندك اخباره ايه؟ كلهم تمام، يسلموا بوسون ايديك حبيبي. ربنا يخلو. انا شفت الطبخ جوعتني زياده صراحه. لا 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 ما تشتغلنيش، لا ده انا مش قدك. لا يا باشا، انت ده انت بتعمل حاجات. احنا نتعلم منك. لا يا راجل، صلى على النبي، ده انتوا الاساس. حالنا على قد حالك يا بقى يا راجل. لما على قد حالك امال احنا بنعمل ايه؟ حرام عليك، حرام عليك يا راجل التواضع. نمشي جنب الحيط يا عم. حرام عليك التواضع الجميل ده بتاعك ده يا عم، حرام. احنا مش قدك يا غالي. كيفك وكيف الاهل جميعا؟ كله في نعمه والله، كله في نعمه وفي خير الحمد لله. طول ما انت بخير احنا في نعمه وفي خير. ربنا اخويا وحبيبي اسلم عليك واسلم عليك. احلى صباح على اخويا، بدون ذكر الاسماء يعني جميعا. حبيبي صباح الفل عليك يا اخويا، صباح الفل عليك يا غالي. طيب كده هنا. الله 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 الله. طيب كده ناقص اسيو. انا حر يا اخي. لا مش هقولك. لا ولا تقول لي ولا اقول لك. هنعمل عيش على الصاج. يا ابو عبد الفتاح. صباح الخير يا باشا. حبيبي يا غالي. اخبارك واخبار صحتك؟ في نعمه. يا باشا. حبيبي يا غالي. الله يكرمك يا حاج. تقصد ايه المدام دي من زياره الحج يعني؟ يعني ايه يعني؟ ما ممكن تكون الطباخين ما لهمش حجه؟ كل الناس بتزور الحاجة. معلش هي ما تقصدش، بس احنا عايزين نفهم برضو هي كانت عايزه ايه. سيبها براحتها. معلش يا مالك. الو مالك، صباح الخير عليك يا مالك. كلمها تانية يا مالك والنبي.
ما ادري على الشاشه بتاع العيش اللي احنا بنعمله. اللقمة دي بقى مع شوية شاي بحليب كده اهو على الصبح. حت امال عذاب ايه؟ طب نحطها بشاورما وبطاطس. ماشي حقك عليا. ما تقولي لي كده طيب بس. طيب حاضر. اهم حاجة اللحوم صح. حاضر يا فندم. عايزين فوطه نضيفه؟ ست الحباب يا حبيبه. يا نور. ايوه ازاي حضرتك؟ صباح الفل عليك يا نور. صباح النور ازاي حضرتك؟ صباح النور على البنور. الله يخليك، حضرتك عامل ايه؟ في نعمة يا بنتي. بنحب حضرتك جدا. صباح الفل على بنتي. منور الدنيا كلها. انت اللي منور الدنيا يا ست العرايس. حبيت اسمع صوت حضرتك. صباح الفل على بنتي. لقمة سهلة جدا وجميلة. نعم. ده بعد عنك العيش اهو يا اخوي، عشان بس حطه عشان ما نسافش بس. اه يا باشا عايزه ينشف خليه بره. ماشي عايز بوظ الدنيا. ست الحباب يا حبيبه ازيك يا سيف عامل ايه؟ صباح الفل يا حبيبه. الله يبارك فيك حضرتك انت. انا بحب اكلاتك قوي والله ينور على اكلك، والصراحه اكلك ده 100%. حبيبتي صباح الفل عليك يا قمر، ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي لينا. انا كنت عايزه ادعي لجدتي ان ربنا يشفيها. يا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا بنتي. يا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا حبيبتي. صبحي لي على جدتك يا حبيبتي كده هنا. دي نعملها بقى، نحشيها جبنه، نحشيها لحمه، اي حاجه عايزه تحشيها احشيها اهو.
يلا ناخد فاصل ونرجع تاني. ولا غير المحطة ولا نروح في حتة. كده بنحط حضراتكم الفطير في الفرن. ادي هنا اهو. والفطير التاني في الفرن. وكده العيش بتاعنا خلصناه. هنعمل بقى ايه؟ حبة شاورما للعيش ده اهو. ده يدعان في الفريزر. تستخدميه وقت ما تحبي. انت جايب الدقيق ده ليه؟ الدقيق ده جاي ليه؟ طيب هنعمل بقى حبة شاورما للعيش اللي احنا عملناه بالفراخ. شيل بقى الدقيق ده ملوش لازمة. عندي زيت زيتون او اي زيت عادي. وده بصل شرايح. ده توم. زعتر. اذكر الله وصلي على الحبيب. هنعمل الشاورما بتاعتنا. مين يا فندم؟ جنات. يا جنات. الو. صباح الفل عليك يا جنات. صباح النور. صباح الهنا عليك يا ست العرايس. صباح النور. امور يا قلبي. بحبك قوي. بنتي وحبيبتي. امور يا قلبي. جنات طلباتك ايه يا حبيبتي؟ حضرتك كلمها تاني والنبي يا جنات. كده دي اللحمه بتاعتي للفراخ. فلفل حار، مكعب مرق، بهارات، بابريكا، توم بودر، بصل بودر، كمون، بهارات، ملح، كل حاجه هنا اهي. وادي شويه ملح صغيرين كده. حدايا الطماطم بس هنحطها. بص يا باشا الفطير شغال ازاي اهو. صلاة على النبي. حاضر. على عيني على عيني يا غالي. اهو يا باشا. لا لسه ببص وما بوز. هقول لك هيبوظ. انا ورانا ايه؟ لازم ببوظه. احنا جايين عشان ايه؟ اقفل يعني. حاضر. كل الناس بتقدم المشيئه. ده اللي ما بقدم البوظان. عايز حاجه تبوظ ليه؟ مش عارف. معلش كله بامره. في واحده هنا حدانا برضو اهي. صلى على الحبيب برضه. كده الفراخ بتاعتي شغاله بتنمل اهي. شويه طماطم. حبه فلفل. سنه ليمون. نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت.
معايا يا استاذ محمد؟ هو مروح ولا ايه ولا ايه؟ مصاب يا عز الدين. يا عم عز. نعم. صباح الفل عليك يا غالي. ايه ليه؟ امرني يا سيدي يا ارسان. انت كويس؟ انا في نعمه وفي خير والله طول ما انت بخير. امرني يا حبيبي. انت احسن طبيب بحبه. نعم. انت احسن طبيب بحبه. يا حبيبي ربنا يكبر بخاطرك. امرني يا سيدي الارسان. حبيبي ايه الطلب بتاعي اللي تعملي بيه؟ نعم. حبيبي. انا عايز ايه يا حبيبي؟ بيتزا. عيني يا روحي حاضر. حبيبي يا رسول الله. طيب لا ازاي ليه انا ما قالش مش مشكله سوى عليا هو ما قاليش لا 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 تديني 7 دقايق بس هو ما قاليش والله خلي بالك كان عايز يقول لي وما قاليش والله معلش خليش اهو خد يا باشا وكان عايز يقول لي وما قاليش عندنا شوية سبرينج رولز حلوين هنعمل ايه؟ 1 2 طيب ادي 4 8 ادي 14 حته والباقي نعملها ايه كده كده يعني طيب حبه زيت زيتون اهم بتصلي على النبي يا عم الحاج حبه الرز الله اكبر بصل زنجبيل ثوم كله كده يسيح مع بعضه ياخد راحته وبعدين هنقول نعمل ايه شاورما خلاص نعم يا باشا يا ملك اللهم صل على النبي ملك بتقول لي الفطير ده مش عاجبني قلت لها حاضر معلش حقك عليا
مين يا فندم؟ ابو علي اسكندراني يا غالي. الحمد لله. عامل ايه يا شيخ؟ الجو عامل ايه عندكم في اسكندريه يا ابني؟ الحمد لله. الحمد لله. عقبالنا. طلباتك ايه يا عريس؟ عايز اعرف ازاي اعمل كيكه الفراوله. عايز صوص ايه؟ عايز اعرف ازاي اعمل كيكه الفراوله. حاضر على عيني. انت فهمت حاجه يا محمد؟ طيب حاضر يا فندم. خدامه. هدي الكوسه. كده هنلف بقى الشاورما بتاعتي. عنده صويا صوص، اوستر صوص. نشيل ده من هنا. الله يا بلادنا الله. طيب هو عامة انا اللي شايل الليله من الاول للاخر، يبقى مش مشكله اما اتاخر 5 دقايق عادي. قال لي لا مش عادي. طب خلاص يبقى زبادي. ده العيش بتاعي اهو، الشاورما. العيش العصاق ده احشيه، احشيه باللي انت تحبيه، باللي تحبيه. لقمه زي العسل. ولا تروح تجيبي من هنا ولا من هنا ولا تتعبي نفسك، كل حاجه موجوده في البيت حداك. لقمه زي الفل. صلى على النبي يا عمي. نعم. لا يا عم انا اصل اقول لك على حاجه. صلى على النبي. البيعه بيعتي والشرى وشروتي، وانتوا حرين معاكم. مش هتبات هنا، هنبات هنا. ما وراش حاجه. معاك ومعاك لقمتك؟ معاك. طيب ماشي. بالظبط كده. مش عارف انت قلقني ليه، مش عارف. هو في ايه يا جماعه؟ مش عارف انا. كده وادي كمان لقمه اهي تاني. خد بالك من الحركه دي بقى. الله يا بلادنا الله. انت معايا؟ بص يا باشا، صلى على النبي. البلد يوكل يا باشا.
انت فاتحه بقك ليه يا انسة؟ كنت مفكره باظ. يا ست مريم اهو فلفل صويا صوص اهو يا ست مريم. ايوه يا مريم سمك. عايزه طريقه الكريب. كريب كوبايه دي وكوبايه لبن وثلاث بيضات ثلاث معالق زيت ذره ملح ذره سكر كله ده بنخبطه مع بعضيه. بعد كده بنجيب الطاسه اللي ما بتلزقش نغطي سطح الطاسه نهزها لما تتقلب طبعا ده اللي بياخد ملح ولا فلفل ممكن شويه فلفل صغيرين وادي شويه الجزر السبيننج الأرز دايما بيكون كريسبي بيقرمش كده وانت بتاكليه ما بقاش ميلتت يعني ميلتت يعني ايه يعني معجن. كده يلا بقول لي انت عملت فطير امال عملت ايه بس يا عم وادي العيش على الصاج اهو وادي السبرينج رولز اهو وادي شوية مية ودقيق بيقول لي هتلحق تعملهم قلت له هنستعين بصديق ادي ون ونين نعم والله حاضر حاضر مش انت اللي دبستيني هعمل لك ايه عامل لي فيها سبع رجاله يلا يلا بينا يلا واحدة شوية خضار واحدة شوية خضار واحدة شوية خضار واحدة شوية خضار شوية خضار يلا بينا يلا
ون ونين ثلاث ونات انا معاك. لا يا باشا انا هش عبط نلحق يا باشا منلحقش ليه احنا صغيرين. يعني يابا ليه جبتيني طباخ يما؟ يلا نقفل بقى الشغل بقى عشان ايه المخرج ورانا حكاية. الله شاف الفطيره عامله ازاي يا باشا من فوق ومن تحت. هبص ده الفطير اللي على ابوه. الله اهو عندي بقى ايه جبنه قديمه مش وعسل وطحينه. شفت بقى اللي انا عايزه اهو العيش العصاج اهو. ده العيش بتاعي اهو. اذكر الله وصلي على الحبيب. الله يا بلادنا الله. نعم يا عم يلا انا شغال. يلا طول يا ريه طول شوي. مش انت اللي قلت لي طول يا؟ طب انا اعمل لك ايه؟ هي اللي قالت لي اعمل كده. الواد نساني انام الليل. ما انا غلطت غلطان يا اخي. انت عايز حبة رز اغرف امك وخلاص. ايه المشكلة عندي؟ اهو ادي كده وادي الرز بتاعي. الله 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 اللهم صل على النبي. الله رز حبه وحبه اهي. اهو فاضي طاجن اللوبيا اهو. واشكر مخرجنا الجميل. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.